صباح الخير، صباح السعادة، بونجور، جود مورنينج، جود مورجن، كل حاجة حلوة كده. بنصبح على حضراتكم بكل اللغات، لأن احنا عارفين متابعينا بيكونوا في كل مكان في العالم بيتابعونا. الأهلاوية في كل مكان، صباح الفل والسعادة والنصر على حضراتكم جميعا. صباح الخير. صباح الفل. صباح الفل عليكي، وصباح الفل على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان، وأهلا بيكم جميعا. وبداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي، إن شاء الله تسعدوا معانا في حلقتنا النهاردة. بداية عالمية. انكر بقى. زي الفل، يوم زي الفل. إن شاء الله يا رب دايما. خلاص زي ما احنا عارفين، يعني ايام بسيطه جدا بتفصلنا عن رمضان، الشهر اللي اعتقد مفيش حد ما بيحبوش، مفيش انسان ما بيحب الشهر رمضان، سواء انت بتختلف بقى بتتعب في الصيام او لا، بس الشهر ده بيكون عزيز على قلوبنا، لان في حاجات كتيره جدا خير، وفي حاجات كتير جدا بتسعدنا، حتى الفانوس الصغير ده بيسعدنا لما بنشتريه او حتى يجي لنا هديه. فاهم ازاي؟ ايوه. فيا رب يبقى شهر خير علينا جميعا يا رب. هفاجئك وهتندهشي. طبعا ما نشوف. انا مش هتكلم كتير. كلام كتير. انا فوانيسي بتتكلم بالجبهه. اوكي. هتندهش. هيبان. كل سنه وانت طيب. انت طيب يا رب يا كريم. ننوه بقى عن فقراتنا، احنا فقره جميله جدا. فقره كمان مختلفه جدا، لاننا النهارده ان شاء الله هنتكلم من خلالها عن الصيد بالصخور. طبعا دي رياضه الملوك قديما، وطبعا يعني اسس تدريب النسور والصقور وتفاصيل تانيه كتير قوي متعلقه بهذا الامر، هنتكلم عنها في اول فقره من فقراتنا النهارده. طبعا بالاضافه لفقرتنا الثانيه والاخيره هنستضيف من خلالها الزميل وصاحب البيت، يعني خالد الاتربي، رئيس القسم الرياضي في جريده الشروق. بتخاف من الصقور؟ ما عمريش تعاملت معاها. انت عارف ان الضيف جاي معاه صقر؟ لا والله. لا ده مش مجرد حكي. لا احنا كله على ارض الواقع. وكانوا بيقولوا هيجيب معاه حاجه وهيصطادها في الاستوديو هنا وهنصورها. لا والله. هنجري ارانب في الاستوديو والصقر ده على ما يفرد جناحين يكون جاب اخر الاستوديو، هيخيط في الازاز، هيبان. 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 هنتفرج وهنشوف. نبدا بقى مع حضراتكم. اكيد لازم نقول مبروك للاهلي الفوز على سيمبا التنزاني بهدف كان نظيف يوم الجمعه اللي فاتت في ختام هنا منافسات دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا. زي ما نقول كده او زي ما بيتقال، حسب خلاص الاهلي بطاقه التاهل لدور الثمانيه في بطوله دوري ابطال افريقيا، بقى بيليه او معاه سيمبا التنزاني بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعه برضو الاولى. اكيد لينا كلام كتير عن المباراه، عن موسيماني، حاله اللعيبه، استعدادات الاهلي للمباراه كمان القادمه، ده كله ان شاء الله هيكون في الفقره الثانيه مع الاستاذ خالد الاتريفي. طيب ده على الصعيد الافريقي. محليا بقى الاهلي بيستعد لخوض عده مواجهات مهمه في المنافسات المحليه، هتبتدي طبعا بمواجهه النصر يوم الاربعاء جاي ان شاء الله في اطار منافسات دور ال 32 في مسابقه كاس مصر، عشان كده ابتدوا امبارح التدريبات. لكن النهارده زي ما قرر بيتسو موسيماني هيكون اللاعبين في راحه سلبيه من التدريبات وفقا للبرنامج الموضوع لكل اللاعبين في ظل ضغط المباريات، طبعا على ان يستأنف الفريق تدريباته بكره ان شاء الله يوم الاثنين استعدادا لمواجهه النصر المقبله باذن الله. طيب بالنسبه بقى للعيبه، اكيد محتاجين ان احنا نطمن ونطمن حضراتكم على حال اللاعبين. نروح للمصابين من الفريق تحديدا. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالاهلي قال الفحوصات الطبيه اثبتت اصابه محمد هاني بشد في العضله الضمه، ولن يلحق هنا بمباراه النصر في دوري ال 32 من بطوله كاس مصر، واشار كمان الى ان اللاعب هيخضع لبرنامج تاهيلي وعلاجي تحت اشراف الجهاز الطبي للفريق لتجهيزه للمرحله بقى مقبله. وكمان اوضح كابتن سيد ان موعد اعلان جاهزيه محمد هاني وعودته للمشاركه في التدريبات الجماعيه ما تحددتش بعده، هيكون وفقا لتحسن بقى هنا يعني الحاله من خلال البرنامج العلاجي اللي بيخضع ليه. نتمنى طبعا ان هو يعود مره ثانيه في اسرع يعني وقت. اما بالنسبه لياسر ابراهيم مدافع الفريق، فواصل تنفيذ برنامجه التاهيلي للتعافي من الاصابه في العضله الضامه، الاصابه اللي طبعا كان بيشتكي منها من فتره، وكان قد تغيب عن مباراه سيمبا التنزاني في دوري ابطال افريقيا الجمعه اللي فاتت بسبب هذه الاصابه، وبينتظر الجهاز الفني نتيجه الفحوصات الطبيه اللي بيخضع لها اللاعب حاليا لتحديد موقفه من العوده الى التدريبات الجماعيه واعلان جاهزيته للمرحله المقبله ان شاء الله. طيب طمنا على محمد هاني وياسر ابراهيم. نروح بقى لوالتر بواليا مهاجم الفريق اللي غاب عن تدريبات برضو الفريق الجماعيه اللي كانت بالامس، وقال كابتن سيد ايضا ان اللاعب هيخضع لبعض الفحوصات الطبيه من اجل الاطمئنان على حالته، يعني بعد شكوى متكرره كانت من اللاعب من الام في المعده. لا احنا اللاعبين عندنا بقى في حاجه، في حاجه عايزين نبخر الفتره اللي جايه واحنا داخلين على ماتشات مهمه سواء محليه ولا افريقيه، ربنا يصلح الحال. طيب عايزين نقول لكم برضو خبر مختلف حبتين. قررت لجنه التخطيط للكره بالنادي الاهلي ايقاف الكابتن عمرو انور المدير الفني
لفريق الشباب وإحالته للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية، ده طبعا بعد الرجوع للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على قطاع الكرة. جاء هذا في ضوء التقرير اللي تلقته اللجنة مؤخرا من الكابتن خالد بيبو مدير قطاع الناشئين بخصوص الأحداث اللي شهدتها مباراة الأهلي وإمبي في دوري الشباب. تمام، خلينا بقى نروح لخبر حلو. الأهلي دايما مصدر زي ما بنقول الفرحة بفرقه كمان المختلفة. فريق هنا تحديدا تنس الطاولة رجال بالنادي الأهلي نجح في التتويج بلقب بطولة الدوري بعد الفوز بالدورة المجمعة الثانية واللي أقيمت على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية. فاز الأهلي على إم بي فيها بكام؟ ب3-1. قدم كمان، خليني أقول لحضراتكم، رجال تنس الطاولة بالأهلي يعني كان عرض قوي جدا خلال اللقاء، مش فكرة بس هنا بنتكلم على فوز تم، لا كان في عرض قوي جدا. ومهم كمان ان احنا نقول ان الفريق اكيد افتقد جهود هنا سيد لاشين بسبب الاصابه اللي بيعاني منها، وكمان تعرض شادي مجدي للاصابه بفيروس كوفيد 19 زي ما احنا عارفين، لكن لاعبي الفريق على كل حال كانوا على قدر المسؤوليه كعادتهم ونجحوا كمان في حسم اللقب يعني بالعلامه الكامله. الحقيقه البطوله دي شهدت تالق محمد البيلي ومحمد شومان ومحمود اشرف حلمي ويوسف عبد العزيز وخالد عصر وعمر بدير اللي نجحوا كلهم في قيادة النادي الأهلي للفوز على جميع منافسيه بالمعنى الحرفي. طبعا أشرف عبد الفتاح المدير الفني لفريق تنس الطاولة بالنادي الأهلي أعرب عن سعادته بهذا التتويج بلقبي بطولة الدوري للرجال وللسيدات في هذا الموسم. قال إن تنس طاولة النادي الأهلي احتفظ بلقب دوري الرجال للموسم رقم 12 على التوالي، كما نجح في استعادة لقب دوري السيدات اللي فقدوا الموسم الماضي بعدما احتفظ به أيضا لمدة 12 عام. ويأكد أن الجهاز الفني نجح في إعادة اللاعبات مرة أخرى إلى قمة اللعبة في مصر. خلينا نقول ان الموسم ده يعني يعتبر موسم تاريخي بالنسبه لتنس طاوله الاهلي بعد الفوز. هنا بنتكلم بجميع بطولات الفردي والفرق، ده من سن 12 سنه لغايه الدرجه الاولى، فدي حاجه اكيد كلنا كاهلاويه بنفرح بيها. وفريق كمان رجال تنس طاوله الاهلي بيضم افضل العناصر داخل مصر وجميع اللاعبين بيتدربوا زي ما بيقولوا كده بمنتهى القوه عشان يقدروا ان هم قدروا ان هم ينجحوا في الاحتفاظ بلقب بطوله الدوري للموسم ال 12 على التوالي. حاجة أكيد محترمة وجميلة جدا. نروح بقى لخبر تاني مهم هو كمان ومفرح جدا عن لاعبي النادي الأهلي. إسراء عويس لاعبة ألعاب القوة بالنادي الأهلي تمكنت من تحقيق رقم قياسي مصري جديد في مسابقة الوثب الطويل خلال فعاليات بطولة الجمهورية الدرجة الأولى المقامة حاليا على ملاعب المركز الأولمبي بالمعادي واللي هتستمر حتى 11 من إبريل الجاري. وخلال هذه البطولة نجحت إسراء عويس في تحطيم الرقم القياسي السابق المسجل باسمها هي شخصيا في الوثب الطويل وهو 6 متر و44 سنتي، سجلت رقم جديد بلغ 6 متر و48 سنتي بالسنتي. طبعا السنتي هنا بيفرق. وخليني اقول لحضراتكم برضو اسراء عويس هي احد العناصر المميزه جدا في فريق العاب القوى بالنادي الاهلي، وسبق ليها الحصول على عده ميداليات خلال مشاركتها في البطولات العربيه وكمان دوره الالعاب الافريقيه للشباب. واكيد في اشادات باللاعبه كانت كثيره جدا، خليني اقرا لحضراتكم واقول لكم عن بعضهم. يعني ياسر داوود مدير جهاز العاب القوى بالنادي الاهلي اشاد بتالق اسراء عويس خلال الفتره الماضيه وقال الرقم القياسي الجديد اللي حققته كان ثمرة اجتهادها وخضوعها لبرامج تدريبية مكثفة. إسراء بتسعى لتحقيق المزيد من الألقاب والبطولات خلال المرحلة المقبلة وهي لاعبة مميزة ولديها حماس كبير وبتسعى دائما لإثبات ذاتها من خلال تحقيق المزيد من الأرقام القياسية. احنا تقريبا كل يوم بنتكلم مع حضراتكم عن نجاح ما وتألق ما وانتصار جديد ما لأي فرقة من فرق النادي الأهلي. ده معناه ايه بطبيعة الحال؟ معناه ان في إدارة محترمه وراهم، ان في ناس بتفكر وبتخطط وبتذلل اي عقبه ممكن تكون موجوده في طريق اي فرقه من الفرق عشان في الاخر يعني يتربع الاهلي تقريبا على عرش كل الالعاب الرياضيه المتاحه في جمهوريه مصر العربيه بشكل عام. امبارح اقيم حفل استفتاء لرابطه النقاد الرياضيين اللي شاركوا في اختيار الافضل لعام 2020. فاز النادي الاهلي بجائزه افضل نادي وطبعا استلمها نيابه عن كابتن محمود الخطيب الاستاذ خالد الدرندلي امين الصندوق للمجلس، وكمان فاز العميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس اداره استادات كافضل مدير تنفيذي في 2020 طبعا عن عمله بالنادي الاهلي الفتره السابقه خاصه في العام الماضي. فاز كابتن سيد عبد الحفيظ بجائزه افضل مدير كره، وفاز بيتر
إيتسو موسيماني بجائزة أفضل مدير فني، اللي طبعا بدوره وجه شكره لكل اللاعبين وقال لولاهم ما كنتش هبقى موجود هنا، وطبعا وجه كمان الشكر لكافة النقاد الرياضيين وقال إنه فخور جدا بوجوده في النادي الأهلي وبدعم مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب. طبعا حصد محمد مجدي أفشة ملك القضية على لقب أو حصل على لقب أفضل لاعب في 2020 وانتصارات جديدة، ولسه احنا قلنا ولسه اللي جاي احسن ان شاء الله دايما. وحاجه اكيد بتسعدنا وبتشرفنا كاهلاويه ان انت بتتكلم يعني استفتاءات مختلفه، عشان عارف انت البعض يقول لك لا الاستفتاء ده اي كلام، لا الاستفتاء ده مجامله، لا يعني كل الاستفتاءات اللي احنا بنشارك فيها مجاملات، مش حاجه اسمها كده. الناجح بيبقى ناجح والمتميز دايما بيبقى متميز، فدي حاجه التاريخ هو اللي بيكتبها والواقع كمان بيتكلم عنها، فما فيش حاجه اسمها مجاملات او حد بيروح له جائزه لا يستحقها. امبارح كانت حاجه مشرفه جدا، واستفتاء رابطه النقاد الرياضيين دي بتقام يعني كل سنه، وهي حاجه محترمه جدا وبيكون فيها استفتاء محترم، فمبروك يعني لكل النماذج الاهلاويه اللي فازت. اكيد اكيد بنتشرف بكل نموذج منهم الفاز وشرف يعني النادي الاهلي. هل بقى هنقول كده برضو اخبارنا الحلوه خلصت النهارده؟ الاخبار الحمد لله كلها جميله. لا معانا خبر تاني محترم جدا، وكابتن محمود الخطيب بقى ان شاء الله النهارده رئيس النادي هيعقد مؤتمر صحفي عشان يعلن عن كافه التفاصيل الخاصه بالمشروع التعليمي المشترك اللي هيكون بين النادي الاهلي والجامعه الامريكيه، ده ضمن الدور المجتمعي للنادي، وهو يعني سبق ان اشار اليه مجلس الاداره في برنامج عائله الاهلي. بيحضر بقى المؤتمر او بيحضر المؤتمر ده السيد فرانسيس، هو رئيس جامعة الأمريكية، وأكيد قيادات هتكون كتيرة جدا من الجامعة يعني المصريين سواء أو الأمريكيين، على رأسهم دكتور إيهاب عبد الرحمن رئيس الجامعة الأكاديمي، والدكتور شريف كامل عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة، لجانب كمان أعضاء مجلس إدارة النادي. على فكرة ده بروتوكول أو يعني كده إحنا بنتكلم في حاجة محترمة جدا، مشروع محترم جدا. أنت بتتكلم عن الأهلي لما بيعقد مع أي جامعة، وهنا تحديدا الجامعة الأمريكية، ده يعني كيان كبير جدا ومحترم ومتميز في مصر وفي العالم كله. وطبعا التفاصيل هنقول لحضراتكم انا وكريم اكتر عن البرامج اللي هتقدم، اللي قد تصل كمان لماجستير ودكتوراه، فاعتقد ان كده الاهلي ما سابش مجال يعني ما قدمش فيه حاجه، فبجد شيء بجد يفرح. انت عارفه ان احنا تقريبا لو يعني لو هنجمع الاخبار المتعلقه بالدور المجتمعي بس، يعني النقطه دي او البند ده فقط المتعلقه بالنادي الاهلي، ده احنا عايزين لنا كذا حلقه ورا بعض، ومش هنطلع بره الموضوع يعني من كتر ما فعلا النادي الاهلي مجتمعيا فاعل وفعال وملموس اللي هو بيعمله، وليه انعكاسات ايجابيه على المجتمع ككل، مش بس بالنسبه لمنسوبي النادي الاهلي او المحسوبين على النادي الاهلي او حتى مشجعيه. الكابتن محمود الخطيب هيعلن خلال المؤتمر عن اطلاق المشروع التعليمي المشترك بين الاهلي والجامعه الامريكيه متمثله في كليه اداره الاعمال، واللي هتقوم بطرح البرنامج او البرامج التعليميه في مختلف التخصصات الاداريه والرياضيه. بيهدف طبعا النادي الاهلي من خلال هذا التعاون مع الجامعه الامريكيه، وهي بطبيعه الحال واحده من اعرق الجامعات في مصر والشرق الاوسط، بيهدف إلى رفع المستوى التثقيفي والتعليمي للكوادر الشبابية والمستقبلية على المستوى الإداري والرياضي والإعلامي، وتأهيلها بالشكل الاحترافي لمواكبة التطور اللي بتشهده الرياضة بشكل عام بعد ما أصبحت صناعة ومجال استثماري كبير جدا بيلعب دور مؤثر في اقتصاد العديد من الدول. وبذلك يكون الأهلي هو أول نادي في المنطقة العربية يطلق مشروعه التعليمي في الإدارة الرياضية، وبيتواكب مع كبريات الأندية العالمية زي طبعا ريال مدريد ومانشستر سيتي ويوفنتوس. احنا مش هنتكلم كتير. تعبنا من الانجازات يا نهوى. تعبنا من الانجازات. انا فرهطت من الانجازات الفتره الاخيره. خليني برضو اضيف هنا ان من المقرر ان يسير مشروع الاهلي والجامعه الامريكيه التعليمي على مراحل هنا متطوره لتحقيق كل الاهداف المرجوه منه. هيبدا ببرامج تعليميه والشهادات في الاداره الرياضيه، مقترنه هنا بمعايشات عمليه بقى للملتحقين مع ادارات النادي، وبعد كده زي ما كنت بقول لحضراتكم دبلومه او ماجستير كمان. وبياتي هذا المشروع مره ثانيه بنأكد التعليمي الضخم ايمانا من النادي الاهلي، وقناعات كمان يعني مسؤوليه بأهمية التعليم ودوره المؤثر في مواكبة كل التطورات العالمية، وتقديم خدمات كمان متميزة لأبنائه وأعضائه وجماهيره وموظفيه، فحاجة محترمة جدا. كل التوفيق إن شاء الله، وأنا واثقة إن هو هيكون يعني مشروع في غاية النجاح بإذن الله. طيب تعالوا بقى نروح لخبر مختلف، طبعا هو يعني منفصل من حيث المحتوى لكن أكيد متصل لأنه متعلق بالنادي الأهلي. كورال النادي الأهلي اللي أحيا احتفالية مع أعضاء النادي بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم من خلال حفل غناء
غنائي كبير نظمته الاداره التنفيذيه واداره المكتبات بالنادي الاهلي. هنشوف مع حضراتكم جزء بسيط من هذه الاحتفاليه ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل. والله احنا كإدارة المكتبات بنهتم انه كل مناسبة نحتفل بيها عن طريق أعضائنا المشتركين معنا في أنشطة الإدارة. فالنهاردة الكورال بيقدم لنا احتفالية بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك. طبعا يعني القائم على الحفلة أستاذة ابتسام شوقي كمايسترو ليهم وهي اللي دربتهم، وأنا بشكرها جدا من خلالكم، هي رئيس قسم النشاط الفني وبصراحة يعني عاملة مجهود جميل، أنا بشكرها من خلالكم. هي الإيفنتس دي بتأثر في الأعضاء إن هم دايما يحسوا إن في ارتباط دائم بينهم وبين ناديهم، إن النادي بيهتم إن هو يشاركهم كل المناسبات والاحتفالات اللي في حياتهم. يعني شهر رمضان احنا الدنيا كلها بتحتفل بيه، العالم الاسلامي كله، وكمان النادي الاهلي بيحتفل بيه زي ما انتوا شايفين. انت شايفه الاعمار اللي احنا معانا من اول 6 سنين فيما فوق. بقالنا شهرين بنجهز
مكملين مع حضراتكم اخبارنا في 10 الصبح في الاهلي، ونروح دلوقتي نتابع اخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه زي ما احنا متعودين يوميا مع مراسلتنا سالا حامد من مقر النادي الاهلي بالجزيره. سالا صباح الخير طبعا عليكي، وانا وكريم نصبح كل جمهور دلوقتي 10 الصبح في الاهلي بيتابعنا، سامعك اتفضلي. صباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير يا كريم، وطبعا بصبح على كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده في بدايه الاسبوع من 10 الصبح في الاهلي، وكالعاده اكون معاكم من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان انقل لكم كل الامور والاجواء هنا الخاصه بالنادي الاهلي في الفتره الصباحيه، وكمان اخبار الفريق الاول لكره القدم وجميع الفرق الرياضيه المختلفه داخل النادي الاهلي. بس خليني يا نهاوند وكريم ابتدي معاكم باخبار النادي الاهلي على المستوى الاجتماعي، وكمان الانشطه اللي بتقدم لاعضائه في جميع فروع النادي الاهلي سواء يعني مقر النادي الاهلي بالجزيره او فرع مدينه نصر او الشيخ زايد. يمكن لجنه الطفل امبارح نظمت ندوه للتوعيه بمرض بي كي يو والذي يصيب الاطفال حادثي الولاده. يمكن لجنه الطفل امبارح نظمت الندوه دي داخل صاله راتب داخل النادي الاهلي الساعه 1 الظهر بالتعاون مع كليه اعلام بجامعه القاهره، وكان في عدد كبير جدا من اعضاء النادي الاهلي كانوا متواجدين داخل الندوه بيستمعوا يعني لكل الدكاتره اللي جايين من كليه اعلام ولجنه الطفل طبعا برئاسه الاستاذه نداء داوود. وده طبعا يعني كله تم امبارح وتم تنظيمه مع تطبيق كافه الاجراءات الاحترازيه بوجود يعني تباعد اجتماعي ما بين اعضاء النادي الاهلي اللي كانوا متواجدين داخل الندوه، وان الكل يكون ملتزم بارتداء الكمامات. ده بالنسبه لاخبار النادي الاهلي على المستوى الاجتماعي. خليني اروح لاخباره على المستوى الرياضي، وهبتدي بالفريق الاول لكره القدم تحت قياده مستر بيتسو موسيماني. ويمكن مستر بيتسو موسيماني قرر ان هو يعني يمنح اللاعبين راحه سلبيه من التدريبات ان النهارده، طبعا ده في ظل وجود يعني ضغط المباريات، قرر ان هو يريح شويه لعيبه النادي الاهلي اللي كانوا يعني عملوا مجهود كبير جدا يعني في كل المباريات سواء على المستوى المحلي او على المستوى الافريقي، فالنهارده هيكونوا في راحه سلبيه، وبكره ان شاء الله هيرجعوا يستأنفوا تدريباتهم على ملعب مختار التتش استعدادا للمباراه القادمه امام نادي النصر في بطوله كاس مصر، واللي هتقام يوم الاربعاء القادم الساعه 9:30 على استاد الاهلي والسلام. ده بالنسبه لاخبار الفريق الاول لكره القدم. اروح معاكم لاخبار جميع الفرق الرياضيه المختلفه داخل النادي الاهلي، وهبتدي كالعاده بالفريق الاول لكره السله تحت قياده الكابتن اشرف توفيق. ويعني بعد مباراه الاتحاد السكندري اخر مباراه في بطوله الدوري، يمكن رجال السله والجهاز الفني امبارح اتحركوا لمدينه الاسكندريه للدخول في معسكر مغلق طبعا عشان يعني اللعيبه تكون في اجواء المباراه وفي حاله من التركيز للمباراه القادمه امام اصحاب الجياد في الدور الثمانيه من بطوله كاس مصر. يمكن النهارده فريق النادي الاهلي لكره السله هيواجه اصحاب الجياد الساعه 6 على صاله مركز سموحه. ده بالنسبه لرجال السله. بالنسبه لسيدات السله النهارده كمان هيتمرنوا الساعه 7 بس المره دي على صاله الشباب والرياضه في 6 اكتوبر بدل من صاله الشهداء المره دي، لانه ان شاء الله يعني كل يوم هيتمرنوا لحد يوم الخميس، لان يوم الخميس هيواجهوا نادي هليوبلس في اول مباراه في الدور الاربعه. طبعا دور الاربعه اللي هيتلعب برده بنفس النظام دور الثمانيه ذا بيست اوف 3، فهيواجهوا ان شاء الله اول مباراه مع نادي هليوبلس يوم الخميس الساعه 11 على صاله الشباب والرياضه في 6 من اكتوبر في مدينه 6 من اكتوبر. كمان الطايره رجال يمكن بداوا تمريننا من شويه نهاوند وكريم الساعه 10 على صاله الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي، وبعد التمرين مباشره الجهاز الفني والفريق هيتجهوا لمدينه الاسكندريه للدخول ايضا في معسكر مغلق استعدادا لمواجهه نادي سبورتنج غدا ان شاء الله الساعه 4 على صاله نادي سبورتنج. وسيدات الطايره النهارده هيتمرنوا الساعه 8:30 بالليل بس يعني هيتمرنوا، ولكن يعني لسه المباريات متوقفه في بطوله الدوري من يوم الجمعه الماضيه، ان شاء الله يعني المباريات هتعود مره اخرى يوم الجمعه. ده طبعا نظرا يعني لوجود عدد من الحالات المصابه بفيروس كورونا في صفوف النادي الاهلي، والحمد لله يمكن يعني كل اللاعبات والجهاز الفني خضعوا لمسحه طبيه جديده عشان يتاكدوا من سلامتهم وعدم وجود يعني اي حاله مصابه بفيروس كورونا. ولكن الحمد لله يعني بعد ظهور نتيجه التحاليل ظهر ان مريم متولي ونلمين الا من هما بس اللاعبتان يعني المصابات بفيروس كورونا، ولكن يعني الكل الحمد لله بخير، وان شاء الله يعني اول مباراه نادي الاهلي هتكون يوم الجمعه تقريبا يعني بنسبه كبيره هتكون امام نادي الصيد في بطوله الدوري. استكمالا لجميع اخبار الفرق الرياضيه هكون معاكم كمان يعني كمان في اخبار بالنسبه لسيدات اليد ورجال اليد. يمكن سيدات اليد النهارده ان شاء الله هيواجهوا نادي سبورتنج الساعه 2 على صاله الدكتور حسن مصطفى طبعا في الجوله الثالثه من الجوله
جوله من الدوره عفوا المجمعه الاولى في بطوله الدوري. يمكن سيدات الياد امبارح فازوا على نادي الشمس بنتيجة 30-27، والنهارده إن شاء الله هيواجهوا نادي سبورتنج، ورجال اليد النهارده هيتمرنوا من الساعة 3 للساعة 7 استعدادا لمواجهة نادي الزهور يوم الخميس القادم في بطولة الدوري. يعني دي أنا هواندو يا كريم كانت كل الأمور هنا الخاصة بالنادي الأهلي سواء على المستوى الرياضي أو على المستوى الاجتماعي. والآن العودة مرة أخرى للاستوديو. رائع جدا، وإحنا بنشكرك على التغطية الأكثر من رائعة يا سالة، وكل سنة وأنت طيبة بمناسبة رمضان إن شاء الله. شكرا. نروح بقى مع حضراتكم على مقر جريدة اليوم السابع مع مراسلنا وزميلنا العزيز محمد توفيق اللي هنتابع معاه أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع وكافة المنشطات الملفتة للنظر، واللي على رأسها منشط بيحمل تصريح من تريزيجيه نفسه، التصريح غير مطمئن، بيقول إصابتي غير مطمئنة أسألكم الدعاء. فتوفيق صباح الفل عليك وكل سنة وانت طيب، وإن شاء الله رمضان كريم عليك وعلى كل أهل بيتك. طيب هو يمكن في بس يعني عطل فني صغير جدا، هنحاول نرجع تاني يعني لزميلنا العزيز توفيق زي ما انا بحب اقول له. نكمل بس مع حضراتكم دلوقتي، نروح بقى للكلاسيكو طبعا ريال مدريد. انت ريال مدريد ولا برشلونه بالمناسبه؟ لا ريال مدريد. انا ريال مدريد برضو. انتصر ريال مدريد على فريق برشلونه بهدفين مقابل هدف في الجوله هنا الـ30 ضمن مباريات الدوري الاسباني، وسجل الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقه 14 من زمن الشوط الاول الهدف الاول، وسجل الالماني توني كروس من ركله هنا حره في الدقيقه 28 تحديدا من احداث الشوط الاول هدف، فيما سجل مدافع برشلونه هدف تقليص الفارق في الدقيقه 59. بكده نقدر نقول نجح ريال مدريد في انتزاع المركز الثاني بعد تحقيق الانتصار بقى ليستمر في مطارده فريق اتلتيكو مدريد متصدر جدول ترتيب الدوري الاسباني. عايز اقول لحضراتكم ماتش كان يعني قوي جدا، ناس كثيره جدا كانت بتتابعه، وانتصار ريال مدريد مش مفاجاه يعني بغض النظر عن يا كريم ان برشلونه كان ادائها في الفتره اللي فاتت او الموسم اللي فات مش احسن حاجه، بس ريال مدريد برضو مختلف. يمكن احنا بنتكلم كده عشان احنا بنشجع ريال مدريد، لا بس لا يعني دي حقيقه، لان خلي بالك برشلونه كانت متكعبله جامد بالظبط وعلى اصعده متعدده في الفتره الاخيره، سواء مشاكل فرديه للاعبين او وضع مالي متردي مع الفريق، مشاكل في رئاسه الفريق، يعني الدنيا كانت متكعبله حبتين. طيب نرجع بقى مره ثانيه لزميلنا العزيز محمد توفيق ونعرف معاه اهم الاخبار والمنشطات الصحفيه. توفيق اهلا بيك مره ثانيه، معلش كان في عطل بس يعني الحمد لله رجعت لنا من جديد، اتفضل. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهوان، تحياتي ليكم وكل مشاهدي ومتابعي 10 الصبح في الاهلي، كل سنه وانتم طيبين، خلاص رمضان على الابواب، يا رب يجعله شهر خير وسعاده على العالم اجمع مش بس مصر والعالم العربي. يعني انا معاكم النهارده عشان نشوف جوله لاهم واخر الاخبار من مقر جريده اليوم السابع، وقبل ما نبتدي جوله اخبار نبتدي باهم مباريات اليوم لكل مشاهدي ومحبي متابعه كره القدم. كان الدوري المصري فيه مباراتين النهارده، سيراميكا كليوباترا هيستضيف الانتاج الحربي في الخامسه مساء، المصري هيستضيف الجونه في السابعه مساء، وفي الدوري الانجليزي توتنهام هيستضيف مانشستر يونايتد في الساعه 5:30 مساء، وشيفيلد يونايتد هيستضيف ارسنال في الثامنه مساء. في يعني زي ما كنتوا بتتكلموا على ريال مدريد وبرشلونه، في ماتشات كتيره جدا مؤثره سواء في صراع البقاء او في صراع القمه في الدوري الاسباني. فياريال هيستضيف اوساسونا في الساعه 2 ظهرا، فالنسيا هيستضيف ريال سوسيداد 4:15 مساء، بلد الوليد وغرناطه 6:30 مساء، ومباراه طبعا اهم مباراه في صراع المقدمه واللقب الاسباني، ريال بيتيس هيستضيف اتلتيكو مدريد في 9 مساء. نروح بقى لاهم واخر الاخبار، واولى اخبارنا يمكن خبر مفرح جدا من جريده الشروق صفحه 7، مصر تتصدر تصنيف الفرق في بطوله العالم للسلاح، انجاز تاريخي بميداليتين في منافسات الفردي ومنتخب الشباب يودع منافسات الشيش. يمكن زي ما بنتكلم بقى في تفاصيل الخبر ان مصر نجحت في احتلال المركز الاول في التصنيف العالمي لسلاح الشيش للناشئين برصيد 267 نقطه، وده بعد فوز في ظل فوز المنتخب بالميداليه الذهبيه في منافسات الفرق ببطوله العالم اللي بتستضيفها مصر في حاليا من الفتره من 3 ل 11 ابريل الجاري.
كان منتخب الشباب للسلاح حقق انجاز تاريخي هو الاول من نوعه بعد تتويجه بذهبيه في منافسات الفرق للسلاح في بطوله السلاح الشيش في بطوله العالم الشباب والناشئين واللي بتستضيفها مصر زي ما قلنا من 3 ل 11 ابريل، ودي الميداليه الاولى في تاريخ مصر بمنافسات الفرق والذهبيه الاولى ايضا لمصر في بطولات العالم للشباب. مثل منتخب مصر في البطوله دي لازم طبعا ياخدوا حقهم مازن العربي واياد معروف وادهم معتز وزياد نوفل. بيقود المنتخب المدير الفني ماهر حمزه والمدربين شريف البكري وخالد شريف ومحمود جنديه والمشرف على المنتخبات كابتن احمد نبيل. نروح لتانا اخبارنا، ويمكن خبر من بوابه اخبار اليوم بمشاركه النني ارسنال في مهمه البحث عن 3 نقاط امام شيفيلد يونايتد. يواجه الفريق الاول لكره القدم بنادي ارسنال مساء اليوم اللي بيلعب في صفوفه اللاعب المصري الدولي طبعا محمد النني شيفيلد يونايتد في اطار مباراه الجوله 31 من عمر المسابقه، والمقرر ان المباراه تنطلق في 8 مساء اليوم بتوقيت القاهره. يمكن ارسنال بيحتل المركز 11 في ترتيب الدوري ب 42 نقطه من 30 مواجهه خاضها من قبل، فيما ياتي شيفيلد يونايتد في المركز العشرين الاخير برصيد 14 نقطه. يمكن كان لقاء الفريقين في الدور الاول يعني انتهى بفوز ارسنال بهدفين مقابل هدف، والنني ورفاقه يعني بيحلموا بتكرار سيناريو الدور الاول وتحقيق الفوز اللي هيساعد كتير قوي ان هم يخشوا في منطقه وصف نصف الجدول او على اخر البطوله ان شاء الله، ده اللي بيطمحوا له ان هم يلعبوا على احد المراكز المؤهله للعب في الدوري الاوروبي. كان الخبر بقى اللي ذكرته في مقدمتك يا كريم عن تريزيجيه من يلا كوره، تريزيجيه اصابته غير مطمئنه واسالكم الدعاء. يمكن علق محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر واستون فيلا امبارح بعد اصابته في المباراه امام ليفربول في الاسبوع ال 31 من عمر المسابقه، وكتب على صفحته الرسميه على تويتر: بشكر الناس اللي سالت عليا عفوا ومش عارف ارد عليهم، الاصابه غير مطمئنه حتى الان، اسالكم الدعاء. يمكن تريزيجيه تعرض للاصابه زي ما قلنا في مباراه ليفربول امبارح وتم استبداله، يمكن في لقطه طيبه جدا طبعا معهود عن نجمنا المصري محمد صلاح، قام بالاطمئنان على تريزيجيه اثناء الاصابه وحتى خروجه من الملعب. ويمكن الجدير بالذكر ان عدسات المباراه نفسها التقطت امبارح لقطه لتريزيجيه وهو بيبكي اثر الاستبدال. يمكن تريزيجيه نفسه قلقان من الاصابه، لكن نتمنى ان شاء الله انها تكون حاجه خفيفه وان شاء الله يكمل مسيرته. يمكن تريزيجيه المباراه الماضيه قدم اداء اكثر من رائع واحرز هدفين، ان شاء الله تكون حاجه بسيطه ويعود ان شاء الله بخير ويكمل مسيرته سواء مع نادي او منتخب مصر. دي كانت اهم واخر واهم اخبارنا النهارده في جولتنا من داخل اليوم السابع، العوده ليكم وضيوفكم الكرام. بنشكرك جزيل الشكر زميلنا العزيز محمد توفيق، وبنكمل مع حضراتكم بقيه اخبارنا. طبعا الخبر اللي جاي من الاخبار العالميه الاستعدادات لمباريات يورو 2020 اللي طبعا اتاجلت ل 2021 بسبب جائحه كورونا، واتكلمنا مع حضراتكم قبل كده عن قرار الاتحاد الاوروبي لكره القدم يوفا بعوده الجماهير الى ملاعب بطوله كاس اوروبا يورو 2020. عمدة لندن أعلن مؤخرا أن العاصمة البريطانية مستعدة بالفعل لاستضافة المزيد من مباريات يورو، بالإضافة إلى مباراة يعني في رياضات أخرى كمان، مباراة توحيد الوزن الثقيل العالمية في الملاكمة بين أنتوني جاشوا وتايسون فيوري. يستعد كمان ملعب ويمبلي بلندن بالفعل لاستضافة 7 مباريات في البطولة خلال شهري يونيو ويوليو القادمين، بما في ذلك الدور نصف النهائي والدور النهائي. أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن 8 مدن من إجمالي 12 مدينة مضيفة التزمت باستضافة المباريات مع المشجعين، وإذا كانت الموجة الثالثة من كورونا في بلدانهم يعني بتمنحهم من ضمان حضور المشجعين فقد تتنافس أماكن أخرى في لندن مثل مثلا ملعب توتنهام هوتسبير وملعب الإمارات الخاص بأرسنال لاستضافة هذه المباريات. ودينا هنعرف طبعا اللي هيحصل الفترة الجاية أول بأول ونتابع مع حضراتكم إن شاء الله. طيب نروح بقى للعبة الجوجاستو، أو زي ما بيتقال عليها هي يعني أو معنى الحرفي بتاعها الليونة، فن الليونة أو الدفاع عن النفس. سيطر فيها المقاتلون البرازيليين على اليوم الأخير بقى من منافسات الجوجاستو ده في بطولة أبوظبي للمحترفين بميداليات ذهبية كتيرة جدا. نروح بقى مع حضراتكم على سباقات الخيول، حيث دخلت ريتشل بلاك مور كتب التاريخ في مضمار أنتري بعد ما أصبحت هي أول فارسة تفوز بسباق الخيل الوطني الكبير أو جراند ناشونال اللي أقيم في ليفربول. بلاك مور هي أيرلندية بتبلغ من العمر 31 سنة، امتطت صهوة الخيل اللي اسمه مانيلا تايمز لما حققت الفوز في النسخة رقم 173 من سباق الحواجز الشهير عالميا. المهم كمان ان احنا نقول لكم انه لم يسمح للفرسان الاناث بالدخول والتسابق في هذا السباق،
حتى عام 1975 لما تم تمرير قانون التمييز على أساس الجنس في بريطانيا. بعدها شاركت الفارسات في السباق، لكن المرة دي بقت هي أول فارسة تفوز بالسباق. حتى هناك كان عندهم المشكلة دي. لا دي حاجة ذكورية، يعني هي حاجة عالمية، مش مثلا في بلد ما، لكن بعد التطور اللي بيحصل في بلدان عن بلدان بتسبق بقى في فكرة المساواة. احنا ليه هنخش في الموضوع ده؟ خلينا نروح احنا نتفرج. خليني اقول لك يا كريم برضو، لو هنتكلم على سباق الخيول تحديدا، يعني احنا عندنا فرسان مصريين كتير رفعوا اسم مصر ولعبوا حتى يعني باسم دول تانية، لكن هم في الاصل مصريين، زي مثلا سامح الدهان، كريم الزغبي، علاء ميسره. الناس دي كلها فرسان فعلا مصريين قدروا ان هم يحققوا رانكينجز عاليه جدا، بالذات لو هنتكلم سامح الدهان يعني. وكان زمان اندريا السكاكيني برضو من الاسماء الشهيره جدا. السكاكيني باش طبعا. على كل حال احنا الفقره الاولى خلصت اللي هي الاخباريه، بس زي ما كنت بقول لحضراتكم الفقره اللي جايه الحواريه الاولى، احنا معانا فكره هنا رياضه الترويض او الصيد بالصقور والنسور والحاجات اللي زي كده، واحنا معانا بالمناسبه صقر ونسر. ربنا يوصل، انا بجد بخاف منهم جدا دون مبالغه، بجد انا بخاف، فيا رب يكون ملبسهم البتاع اللي بيلبسوه لهم ان شاء الله يكون ملبسهم البتاع. وانت بخاف برضه، مين اللي قال لك؟ طب لما مستني نشوف الفقرة لما نشوف انا احتمال كبير كده بتفرج على الفقره دي من بره مع الزملاء، واشوفك انت هتتعامل ازاي مع الجوارح اللي هتكون منوره الدنيا في الاستوديو ان شاء الله. هنطلع فاصل ونرجع نبتدي مع حضراتكم فقراتنا الحواريه. اتفضل. رياضه الصيد واحده من اقدم الهوايات التي عرفها شعوب العالم العربي، فقد استخدموا الصقور والجوارح في الصيد لتوفير الطعام قديما. وتطورت رياضة الصيد بالصقور لتصبح رياضة تقليدية مقننة بضوابط قانونية وتقام لها مسابقات عدة. فقد برع العرب منذ قديم الزمان وحتى الآن في معرفة حسن آداب وتدريب وترويض الجوارح من صقور ونسور، وتوارثوها جيلا بعد جيل، وأصبحت لهم وسائل خاصة بهم في التدريب، تعتبر من أحسن الطرق بين مثيلاتها عند أصحاب الهواية والممارسين لهذه الرياضة في العالم. ما زالت رياضة الصيد أو القنص بالصقور والجوارح تحظى بشعبية كبيرة وتعد من الرياضات المحببة للكثيرين، لكن ترويض الجوارح يظل سرا لدى عدد قليل من الصقارين والمدربين. يا أهلا بكل حضراتكم مرة تانية. طبعا زي ما نوهنا معاكم في بداية حلقة النهاردة، أول فقرة من فقراتنا الحوارية هنتكلم من خلالها عن رياضة الطيور الجارحة. دي طبعا فقرة يعني غير مسبوقة بالنسبة لنا هنا في البرنامج. زي ما قلنا لكم طبعا هي برضو رياضة الملوك والأمراء من قديم الأزل، وكمان هي واحدة من أشهر الرياضات الموجودة في دول الخليج العربي، وبقى كمان عندنا يعني ناس كتير مهتمة بهذا الأمر، وأصبح هناك تطور ملحوظ وابتدت تنظم لها كمان العديد من المسابقات. الجوارح زي الصقور، النسور، العقبان، هنتكلم عن كل التفاصيل المتعلقة بيهم مع كابتن ياسر الخوانكي مؤسس نادي الصقار المصري. صاحب الفل على حضرتك وكل سنة وانت طيب. أهلا بيكم. الصحة والسلامة، ربنا يبارك. والصقر الجميل منور الدنيا، الله يخليك. هو بس يعني لازم تبدر الإشارة عشان نوضح بس للناس ان من يعني اثناء الفاصل اللي فات الصقر ضرب يعني رفرف رفرفتين بجناحاته، كانوا كفيلين بان نهاوند تخلي المنطقة بالكامل، يعني خافت. بس ما شاء الله لما بيفرد جناحاته حاجة مهيبة جدا يعني. طبعا اولا عايز اعرف يعني قصة حضرتك واختيارك لهذه الرياضة جت منين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا سعيد إن أنا بطلع مع حضرتك وديتني الفرصة الجميلة دي علشان نظهر الرياضة دي للمشاهدين. طبعا بدأت معايا من طفولة، كنت طبعا أنا بحب الحيوانات وأحب تربية الحيوانات وكده، فمن ضمن الحيوانات اللي كنت بحبها يعني بتديني صفات معينة، بحاول ايه يعني الانسان دايما بيحاول يكتسب من الحاجات الطبيعيه الصفات دي. طيور الجارحة، الصقور اللي عندها عزه وشموخ واحترام للذات وانتصار، دايما يحب الانتصار. كانت الصقور هي الحاجه اللي ممكن الانسان يوجه نظره ليها، ف يعني حبيتها، درست يعني اتعرفت يعني على الناس اللي عندها طيور جارحة. كان الموضوع طبعا شبه مستحيل شويه في المدن، لان هي الموضوع كان في الباديه اكتر، لان هم اللي عندهم الطيور دي وهم اهل المهنه دي.
واهل الهوايه دي. فطبعا احنا نقلناها للمدينه الهوايه اللي اتعلموا ودربوا صقور هم اللي نقلوا الحاجه دي للمدينه. على ذكر كلمه اهل، ما كانش حضرتك عندك اي مشكله مع اهل بيتك ان انت داخل عليهم بصقور ونسور وعقبان وطيور جرح؟ هي جت واحده واحده، وهم طبعا يعني اي حد بيحب حد يعني طبعا بيبقى سعيد ان هو شايفه مبسوط بالحاجه اللي هو بيحبها يعني. وطبعا انا الحمد لله يعني عندي اكتر من حيوان يعني بقتنيه وكده. نسور وصقور وعقبان صح كده؟ لا، النسور والعقاب هو اللي بيطلق عليه نسر وعقاب، لكن أوكي. النسور دايما اللي هو النسر للنسر ده يعني الناس كتير ما بتربيهوش يعني هو غير متاح للتربيه. حجمه اللي معانا دلوقتي نسر ولا صقر؟ اللي معانا ده النسر الذهبي او العقاب الذهبي. هو يطلق المصطلح نسر ممكن تطلق على العقاب وعلى النسر، يعني هو النسر يطلق عليه عقاب ونسر. اوكي ماشي، لكن النسر ما يطلقش عليه عقاب. لكن ده بالتحديد هو الجولدن ايجل، جولدن ايجل اللي هو شعار النادي الاهلي. اللي هو شعار النادي الاهلي. وبالمناسبه الرمزيه اللي هنا، هل فعلا للاعتداد بالذات؟ هل للسيطره، الهيمنه، القوه؟ هو دايما اي حاجه لا تقبل الهزيمه يعني اي جهاز هتلاقي اي اجهزه سياديه لا تقبل الهزيمه هتلاقيها واخده شعار العقاب، عقاب شعار ليها. راية الرسول صلى الله عليه وسلم كانت اسمها راية العقاب. هو رمز العزة، هو رمز السيادة. هو لا يعني العقاب دايما وبالذات الجولدن ايجل اللي هو في الشعار ده لا يقبل مصطلح الهزيمة. مش موجود في قاموسه. يعني مش موجود عنده، مش وارد عنده، مش وارد كلمة الهزيمة دي مش موجودة. هو نصر بس، يعني هو ما عندوش غير المصطلح ده، مصطلح النصر، مصطلح الهزيمة مش موجود. فدايما أي حاجة يعني بتسود أو حاجة سيادية دايما بتاخد شعار العقاب الذهبي ليها. أوكي. والتعامل معهم إزاي؟ يعني فكرة أن أنت تطوع طائر جارح وده يسمع كلامك دي بتيجي إزاي؟ يعني كيفية التأهيل، كيفية التمرين إنجاز التعبير يعني؟ ده بيبقى سنس بين الإنسان وبين الحيوان اللي هو بياخد خبرة من كتر التعامل مع الطيور دي. هي اللي بتكسبه الخبرة دي ان هو يقدر يتعامل مع حيوان شرس بري، ان هو بيبقى جاي يعني شرس وما بيقبلش اي حد يديله اوردر، يعني ان هو بالظبط ياخد منه اوامر او يقيده او يحبسه. الطيور دي ما بتتحبسش ابدا، يعني انا اقصى حاجه ممكن اعملها ان انا اعمل له صوابيق في رجليه بحيث ان هو اقدر اتحكم في اطلاقه من على ايدي بس. يعني احنا واحنا بنتكلم اهو شايفين كمان مشاهد دي مشاهد لتدريب بالصقور. طبعا مسافات طبعا. ده تدريب ملواح يعني علشان يعني احنا بنعمل ملواح. سباقات ملواح يعني هو بيبقى ماسك فريسة وبينده للطير علشان يروح لها، فده بيدربه على السباقات. السباقات بتاعت الصقور اللي هي السباقات المسافات الستريت يعني غير مسابقات الهدد. مسابقات الهدد بتطلق فريسة او بيبقى بتطلق الطير على فريسة بيمسكها او ان انت تدربه على مسابقات زي الخليج دلوقتي بيعملوا مسابقات غير مسابقات الصيد، بتبقى مسابقات الاطلاق لمسافات معينه بحيث ان الطير بيتحسب له المسافه، بيتحسب له السرعه من اطلاق من نقطه لصاحبه اللي بينده له من مكان تاني فبيروح له بسرعه. كل ما الطير يكون سريع كل ما يكون مميز في المسابقه. هو في سرعات متفاوته بين النوع الواحد من الجوارح؟ بين النوع الواحد طبعا في طيور سريع اسرع من طيور، ولذلك زي سباقات الحمام في طيور بتبقى اسرع من طيور. الشواهين او الحرار اللي بتعمل لهم مسابقات سرعه في دول الخليج بتبقى ليها سرعات. ده على حسب المدرب، كل ما بيرفع لياقه الطير، لان الطير ده بيعتبر هو اللاعب الرياضي طبعا اللي هو بيبقى فريق
فدايما بيبقى عندهم اكتر من طير وبيدربوهم على رفع لياقة بدنية عالية جدا واهتمام بقى بأغذية وحاجات واللياقة بدنية بيرفعها بحيث ان هو يقدر يقطع المسافة واسرع من غيره. فيبدأ ازاي بتعمله ده؟ يعني فكرة اللياقة البدنية لطائر جارح بترفعه منها ازاي؟ مش بنرفع منها، هو الطائر الجارح بيطلع رحلة الصيد لازم يكون عنده الدافع، انا بقوي عنده الدافع للفريسة وبقوي عنده عضلاته ولياقته ان هو يمشي في طريق مستقيم. يعني هو انا دلوقتي بطلب منه ان هو ينطلق من نقطة يصل الى نقطة تانية علشان اقدر احسب له المسافة باقصر طريق، ما ياخدش بقى كيرفات او حركات. بس معنى كده ان الفريسة هي كمان لازم تبقى ماشية في خط مستقيم ولا مش بالضرورة؟ هو صاحب الطير، ما هي المسابقات بتختلف. في مسابقات بتتعامل للهدد اللي هو الصيد، اللي هو اما ان الصقار بيطلقوا فريسة والصقر يطلع يصطادها، او ان الطير يطلع يصطاد الفريسة فعلا من البرية، يعني صاحبه يبقى ماشي اما بعربية او بجمال او باي حاجة او فريق او شخص لوحده وبيقابل الفريسة بالفعل في البرية ويطلق عليها الصقر بتاعه يقبض عليها ويمسكها. في بقى مسابقات بتتعمل اسمها مسابقات السرعة. مسابقات السرعة دي بتبقى بيتحدد بتدرب الطير بتاعك ان هو يطير في خط مستقيم، بيطير قريب من الارض، بياخد بقى الحاجات اللي هي ايه تأهله ان هو يبقى اسرع في الانطلاق واسرع في الوصول للهدف بتاعه. بنبدا ان نعلم الطير على الطير في 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 خط مستقيم ستريت، ما يحاولش يروح كده ولا كده، مسافه حوالي 600 متر، وبيتحسب له تايم من اول الاطلاق لحد الوصول. وبيبدا بقى الفريق او الطير اللي بيوصل للنقطه ديت باسرع وقت هو اللي بياخد الجائزه. هل شاركت قبل كده في اي مسابقه من المسابقات الكتير اللي موجوده في منطقه الخليج العربي ولا مشاركاتك محليه اكتر؟ لا، مشاركه هي مصر اصلا يعني لسه مش وارتحت تحت التاسيس. صح، هو في طبعا احنا بنسعى لاقامه اتحاد مصري اسوه بكل الدول، لان احنا اصلا عندنا نوادي في مصر هنا مشتركه في الاتحاد الدولي للطيور الجارحه. ومصر ما فيهاش مؤسسه رسميه للطيور الجارحه، في اتحاد حمام، اتحاد الفراشات، اتحاد كل حاجه فيها، اتحاد الكوره الا الطيور الجارحه، ما لهاش اتحاد. فده طبعا هيبقى طب ومش ده غريب شويه؟ غريب طبعا، او متاخر مصر. يعني هو متاخر طبعا، لان مصر اصلا يعني المفروض ان هي كل الناس بتبتدي بيها، وحتى يعني اي دول اصلا في دول الخليج بييجوا يصطادوا عندنا هنا. احنا عندنا مساحات شاسعه واماكن صحراويه، وعندنا يعني عندنا بيئه مناسبه جدا، وعندنا طيور كمان طبعا. يعني الخليج ما فيهوش طيور، الطيور قليله جدا عندهم، هم بياخدوا من عندنا الطيور. يعني احنا ده سبب ادعى ان احنا يكون عندنا اتحاد برضو، يعني ده اللي خلى الخطوه متاخره فعلا. طبعا طبعا ان شاء الله في يعني في في ان شاء الله في خطوات جاده ان لاقامه اتحاد باذن الله، وان شاء الله ربنا يكللها بالنجاح يا مسهل. طب عايزين نتكلم بقى على الجولدن ايجل، تفاصيله ايه، نمط حياته ايه، بياكل ايه، مميزاته ايه، ايه اللي بيعصبه؟ هو الجولدن ايجل طبعا هو اصلا بطبيعته اصلا يعتبر مقاتل من الدرجه الاولى، سيد السماء زي ما بيقولوا، مفيش اي طير ممكن يطير في المساحه اللي هو بيسيطر عليها ملعبه. يعني يعني الطير ده مساحات وارتفاعات كمان، هو ليه مساحه بيسيطر عليها لحد السماء، يعني هو مفيش من الارض لحد فوق مفيش حاجه تطلع، يعني الارتفاعات دي هي في حيازته. احنا بنتكلم على الافقي، المساحه اللي بيسيطر عليها مفيش اي طير تاني يقدر يطير فيها، هيبقى تحت يعني سيطرته، هو تحت سيطرته. بياكل ايه بقى؟ طبعا بياكل لحوم، فرايسه الطبيعيه طبعا من اول الارنب، الطيور الكبيرة، لحد ما يوصل للذئاب والثعالب. ده الجولدن ايجل بس، يعني هو العقاب الوحيد اللي يقدر ان هو يصطاد غزلان، ذئاب وثعالب. وهو ده عشان يعني بيقدر ان هو
فعلا لا يقبل الهزيمة، فممكن ان هو ينتصر على حيوانات تانية مفترسة اصلا مش الطبيعي ان طائر يقدر يصطادها. عموما كلامنا مع حضرتك اكد لنا ان شعار النادي الاهلي في محله طبعا، يعني الحقيقة ينطبق عليه كل المواصفات اللي احنا بنتكلم فيها من اول الفترة. احنا للاسف محكومين بمدة زمنية معينة خلاص بتوشك على الانتهاء. يا دوب الحق اشكر حضرتك جزيل الشكر على وجودك معانا والجولدن ايجل الجميل، واستاذن حضراتكم هنطلع فاصل سريع ونرجع مرة تانية عشان نكمل بقية فقراتنا. اتفضل. مرحبا حضراتكم مرة تانية. الأهلي زي ما كلنا عارفين خلص دور مجموعات متأهلا لدور ربع النهائي، وأمامه أكيد منافسات قوية جدا ومصيرية، خلينا نقول نحو بقى النجمة العشرة، وكمان هيرجع لمنافساته المحلية في الكاس والدوري. خلينا نرحب بالناقد الرياضي خالد الإتربي رئيس القسم الرياضي بجريدة الشروق، ونسأل بقى في كل الملفات اللي أنا ذكرتها مع حضراتكم. صباح الفل. صباح الفل. متأمين احنا النهارده، يعني لو متفقين مش هنعمل كده. كل سنه وانت طيب يا خالد، وان شاء الله يا رمضان كريم عليك حبيبي، ربنا يخليك. ودايما جمهور النادي الاهلي في ظهر النادي الاهلي ومبسوط بالنادي الاهلي. اللهم امين. احنا طبعا زي ما هوند بتقول احنا عندنا مجموعه ملفات نتكلم معاك يعني عنها سواء افريقيا او محليا. نبتدي بايه؟ ماتش سيمبا اللي فات، ولا نتكلم في مباراه النصر القادمه في الكاس، او مباراه الزمالك القادمه في الدوري؟ اختار يا ريس، واللي تشاور عليه هنتكلم فيه. احنا عايزين نبدا سخنين على طول. يلا. انا عايز ابدا بمعالجه الاعلام لتاهل الاهلي وخروج نادي الزمالك من البطوله، ومش عايز حد يقول لي احنا في قناه النادي الاهلي. انا مش هتكلم على الزمالك كفريق، انا هتكلم على معالجه الاعلام لتاهل فريقين او حظوظ فريقين او كلام عن فريقين خلال الفتره اللي فاتت كلها، ونشوف ونقارن النظره عامله ازاي، ونشوف الامور هل ده يستقيم ولا لا. حلو. انا عارف ان ده خارج الاطار اللي انتوا محضرين له، بس هنرجع الحاجات دي برضه معلش، عشان هو الموضوع بحكم شغلك انت بتكون مراقب وبتكون شايف الامور ماشيه ازاي. طبعا. فلازم مين اللي في البطوله؟ الاهلي والزمالك، فلازم تشوف والاثنين من بلد واحد والاثنين اعلام واحد، فطبيعي انك المعالجه تبقى واحده. يعني لما اشوف ان النادي الاهلي تاهل وحقق المطلوب، ويتقال في الإعلام كله بعد المباراة تأهل فاز النادي الأهلي، ولكن الأمور أنا قلت على فكرة بعنوان على اليوتيوب، قلت فاز الأهلي ولكن، إنما ولكن دي معنى إيه؟ بتقول واحد اثنين ثلاثة أربعة والسلبيات إيه والإيجابيات إيه، لكن في النهاية أنت حققت المطلوب. في النهاية ما ينفعش أن أهد في اللعيبة أو أهد في الفريق، فلما يكون اول كلمه او اول تعليق من الاعلام الاهلي فاز بس، ونفضل شغالين على ان موسيماني ما بيحققش المطلوب، موسيماني ما قدمش الشكل المطلوب، ونقول ان الفرقه فيها ازمات وفيها مشاكل والكلام كثير، وان اللعيبه متضايقه من كلام موسيماني الكثير، وكلام كثير بيطلع في الاعلام. على الجهه المقابله وفي نفس البطوله وفي نفس الفريق، هنا فريق لم يحقق المطلوب، وكان اول كلام خرج الزمالك ولكن. لا كده الميزان مش مظبوط، عندنا مشكله في ولكن كده، الموضوع مش مظبوط كده. انت قدمت ولكن عندي واخرت ولكن في الجهه المقابله او النادي المقابل، وانا مش ضد ده. انا مع انك تتكلم في السلبيات والايجابيات، لكن الميزان يكون واحد. يمكن عشان الملابسات صعودك انت وخروجه هو ملهاش علاقه، هي الملابسات في النهايه، النتيجه النهائيه ايه؟ انا الفريق الناجح، انا الفريق المتاهل، انا الفريق اللي وصل، انما الفريق الاخر لم يصل. الفكره فين هنا؟ انا عايز حد بس يقول لي المعيار اللي انت حكمت بيه انك تهد في فريق وانك تبني في فريق او انك تعزز قوه فريق هو اصلا لما يتاهل، هي دي الفكره. انا بس نفسي اسال السؤال ده، جوده الاداء ممكن تكون هي المعيار؟ لا عمر ما كان جوده الاداء هي المعيار، عمرها ما كانت المعيار. المعيار الاول هو تحقيق المطلوب، ده الاول. انا هستفيد ايه؟ عارف انا هستفيد ايه لو انا لعبت كويس وما فزتش او لعبت كويس والنتيجه ما خدمتنيش فخرجت من البطوله؟ ال- 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 مش هو ده المعيار ان المفروض الاعلام يتكلم بيه او يحكم بيه؟ انا ما بحبش اعيش دور المظلوميه او دور ان الناس متربصه لي او جايه عليا، انما لا، واحده واحده كده ونبص ونشوف. احنا هنا في قناه النادي الاهلي، واحنا كنقاد اهلاويه
ومحسوبين على النادي الاهلي، بنقول الصح وبنقول الغلط، بنقول عايزين ايه، نزود ايه، عايزين مثلا معدل اللياقه البدنيه يرتفع، عايزين الاصابات تقل، عايزين يكون في تدوير، بنقول احنا حتى موسيماني بيقول يعني مدير الفني عندنا بيبقى حريص انه يقول كمان بنخبيش. يعني انا كاعلام اصلا تابع ويخص النادي الاهلي ما بخبيش ده وما بتكلمش حاجه تخبي ده بالزبط. انما يكون الاعلام هو اللي بيعزز. خد بالك كمان انت بتتكلم في توقيت برضو، وممكن تطرح سؤال يقول لك هو النادي الاهلي ما بيبصش للكلام ده. لا، هو النادي الاهلي كنادي اهلي ما بيبصش للكلام ده وبيلعب فيما يخصه وبيدوس على كل الكلام ده. انما في جزئيه مهمه، الاعلام يوجه وله دور توجيهي للجماهير. ما هو ممكن حضرتك والاداء ده مثلا، الاداء يكون بحكم اجهاد المباريات، باجهاد او ضغط المباريات، يكون عندك نوع من الاجهاد، يكون عندك اصابات كتير، وبالتالي انت كمدير فني او كلاعب تطلع تحاول تطلع بفوز بس باقل الخسائر. بس اكيد اكيد الاداء هيكون متراجع. ممكن وانت كاعلام بتكلمني وتقول لي ان الاهلي متراجع وان الاهلي اداء وحش، ده يخلي اللي شايف ده فعلا يزيد في ده ويزيد في الضغط على فرقتي، يزيد في الضغط على اللعيبه. اللعيبه دلوقتي بقت متواصله على السوشيال ميديا بشكل كبير، وبتشوف السوشيال ميديا بشكل كبير. بص على السوشيال ميديا بعد مباريات الاهلي دلوقتي كلها هجوم على اللعيبه، جزء كبير جدا، والجزء الاخر في ان هو بيحاول يتصدى للكلام ده، يقول لك خد بالك ده الاعلام عايز ده. طب انت ليه تحط نفسك كاعلام في الجزئيه دي وفي نفس الوقت بتلاقي الناحيه الثانيه شد من هم من ازر وشحذ الهمم؟ طب انا دلوقتي عندي مباراه قمه اللي جايه بعد مباراه الكاس، عندي مباراه قمه، انت دلوقتي كاعلام بتعزز من دور او بتقوي دور فريق خسران وفريق خارج وعمال تهد في فريق. بس دي مش اول مره تحصل، يعني اعتقد برضو في سلسله دلوقتي يعني هجمات زي كده بتحصل كل فتره مع الاهلي. انا بتكلم عشان كده، عشان كده انا قلت ايه، انا عارف ان سياسه قناه النادي الاهلي وعارف سياسه اعلام النادي الاهلي هو انك بتترفع، انما في اوقات لابد انك تحط مواجهه وتحط الامور في نصابها الطبيعي، وخاصه لو كان الاعلام طبيعي في قنوات عامه مش قنوات متخصصه. وارد ده يحصل من قناه نادي الزمالك، ده وارد، ده قناه متخصصه، وارد يكون ده او قناه تابعه للنادي، فوارد يكون ده من ضمن مخططات ان هو عايز يضعف من هممك او ايا كان قبل مباراه القمه، او ده نوع او توجه عنده، ده ما عنديش، بس ما يكونش توجه الاعلام. انا عايز اضيف على النقطه دي بقى كمان حاجه مهمه جدا، انا بتابع كتير اونلاين حتى البرامج اللي هي بتبقى اونلاين، شخص ما يعني في المجال الرياضي له اسم برضو، شفت له النهارده الصبح الفيديو ده، هو كان عامله امبارح بالليل، بيتكلم عن الديلز الجديده اللي هيعملها النادي الاهلي وكانه هو بيتحدث باسم النادي الاهلي. طب حضرتك جبت المعلومات دي منين؟ يعني الصفق ده ما هو ممكن يضر يا فندم، تقصد انتقالات؟ مش انتقالات، في ناس ديلز شراء لعيبه وحاجات زي كده، يعني في ناس من كتر ما يقول لك انفراد انفراد انفراد، ممكن يعني. انا قلت انا نفسي فلان الفلاني ده يجيب جون واحد من الانفرادات اللي بيفردها كل يوم. عارف انت ده مثلا ده مهاجم، عارف انت المهاجم الفاشل اللي انت كل شويه يروح انفراد وما يجيبش جون ويحط كره جنب العارضه فوق العارضه، ده اعتقد ان الانفرادات ما بتروحش ناحيه المرمى اساسا. بس دلوقتي بقت الحكايه كلها مبنيه بالكامل على فكره الترند وعلى فكره نسب المشاهده العاليه اللي غالبا مش بتتحقق غير من خلال اثاره لغط، ايجاد مشكله، استحداث معضله. هو يعني الفكره دي كلها انك بتعمل ايه، وده نهج وتوجه عند بعض الناس. تشوف مثلا 10 او 15 لاعب عليهم العين كويسين مثلا، او انت لو مكان اي حد ممكن تفكر فيهم، فكل يوم تطلع تقول الاهلي يفكر في فلان، الاهلي يفكر في فلان، الاهلي يفكر في فلان، وانفراد وقنبله مدويه وكل حاجه. فمثلا بتقول كل يوم على مدار 15 يوم او 30 يوم بتقول 30 اسم، فطبيعي ان النادي الاهلي مش هيخرج بره ال 30 اسم، فيجيب واحد من ال 30 اسم مثلا يعني، فتطلع تاني يوم كم انفراد يا سيدي؟ طب وال 29 وال 29 خدوا مني المعلومه وحاجات غريبه كده. راحوا فين؟ واسمع مني يا بيه واسمع مني يا استاذ. لو عايز اقول لك على حاجه، ده اتكلم كمان في ان الاهلي هيمشي فلان وهيجيب مكانه فلان، يعني برضه نوع من الانواع الكلام ده مش صح. هل من المنطقي، هل من المنطقي والطبيعي يعني ان انا دوري هيخلص لحد دلوقتي والتقديرات المبدئيه بتاعته من غير بدون اي تاجيلات، التقديرات بتاعته ان هو يخلص يوم 30/9 ومفيش انتقالات بالنسبه لي؟ يعني انا كنادي مثلا
همشي لاعب ازاي قبل نهايه الدوري؟ لا هو بيتكلم على الموسم يعني. لا ما هو اوكي ماشي انا ماشي ازاي الموسم يخلص بس برضه ما تتكلمش عنها يعني. انا بالعكس انا في شهر كام دلوقتي؟ انت دلوقتي لو تتكلم لسه خمس شهور كاملين هل في نادي بياخد قرار بالاستغناء عن لاعب قبل نهايه الموسم بخمس شهور؟ ما هو للاسف مش معلومه مثلا غلط ده ليه تاثير. لا. مش حلو على الفريق طبعا. ليه تاثير مش حلو على اللاعب فالدنيا مش مظبوطه كده. هو مفيش ميثاق شرف اعلامي رياضي بص يسيطر على الكلام ده. شفت الابتسامه دي مع الميثاق بليغ جدا على فكره. لا فسر لنا فسر لنا طالما صباح الخير يبقى خلاص واضح هو كده جاي. ميثاق الشرف الاعلامي ده معناه انك هتقول خبر متزن والخبر المتزن دلوقتي بالنسبه لبعض الناس كتير ما يصنعش ترند. الترند انك تفرقع مش مشكله بعد كده يحصل ايه مش مشكله الناس تفتكر اني كذاب ولا لا مش مشكله ان ده هيشكك في مصداقيتي ولا لا او هيطعن في مصداقيتي ولا لا. لا هو الفكره كلها انا هعمل كام فيو انا هعمل كام ريتويت انا هعمل كام لايك للتويت او الفيسبوك او على اليوتيوب بالمناسبه. يعني كل ده هو ده المستهدف دلوقتي. الناس والناس بتنسى وممكن لو لاحظت تعليقات الناس على الفيديوهات اللي بتتعمل في مثلا 10 يقول لك انت كذاب وانت مثلا قلت خبر غلط وفي 90% او 90 او 70% يقول لك الله الناس بتلعب على فكره النسيان او الناس بتشوف كتير او المحب للحاجات دي بيشوفوا فيديوهات كتير في اليوم وبالتالي ممكن ينسى فلان قال ايه. هو اللي يهمه دلوقتي انه قال الكلام او يردد الكلام اللي بيقول عليه انفراد يقول لك شفت فلان انفرد. طب يا سيدي طب ما هو ضيع قبل كده 90% والطبيعي ان الميثاق الشرف اللي انت بتتكلم عنه يا كريم الطبيعي ان 90% اللي يبقى صح وال10% ان يكون اجتهادك فيهم ما صادفش الصواب. وانا بقول لك اجتهاد كمان مش ضرب لا اجتهاد مش يعني. يعني انت اجتهدت كلمت فلان وعلان و انا امبارح كان عندي معلش لو مش عارف وقت في فاصل ولا لا انا امبارح كان عندي معلومات معينه عن النادي الاهلي وشبه مؤكده بالنسبه لي انما كان معلومه ناقصه ما رضيتش اتكلم فيها او اطلع بيها واخرتها اربع ساعات لحد ما استنى واتاكد واشوف لان الكلمه محسوبه وقلتها امبارح ما تقولهاش دلوقتي. لا معلومات عن اصابات لعيبه النادي الاهلي ومين هيغيب قد ايه والكلام ده كله كانش ينفع كانش ينفع ان في توقيت انا اطلع اتكلم واقول فلان هيغيب مثلا عن القمه والناس تلاقيه في الملعب صح الناس هتنسى على فكره في بعض في ناس كتير ينسى انما انا مش هنسى. هي دي الفكره كلها انت هتنسى ايه او انت بتستهدف ايه هي دي الفكره. لو كل واحد على فكره صلاح اللي بيحصل في الكوره من صلاح الاعلام على فكره الاثنين هي كلها منظومه ما ينفعش تفصل ده عن ده. عشان كده قلت لك نبدا السخنين الاول لما شفت بعد الاهلي وبعد الزمالك لا الكفتين والمعيار مش متساويين خالص. ادينا سخنا وولعنا الدنيا في النقطه الاولانيه. نرجع بقى للسؤال الاولاني هل تحب نتكلم عن لقاء سيمبا التنزاني اللي فات ولا مباراه النصر ضد النادي الاهلي في الكاس ولا الزمالك في الدوري؟ لا نتكلم عن نتكلم عموما ولا نتكلم عايز نتكلم إيه؟ عن النادي الاهلي في مباراه سيمبا حلو والانتقادات اللي وجهت للنادي الاهلي في مباراه سيمبا لان انتقادات لازم نتكلم عنها لازم انت الاول تشوف كنادي اهلي مطلوب منك ايه الفتره اللي جايه. الناس شافت المستوى بتاع الاهلي قدام سيمبا فقلقت وعندك حق بس لازم وانت قبل ما اقول لك عندك حق لازم تعرف حاجه واحده وحاجه مهمه جدا ايا كان لعب الكوره ده اكيد بشر مش اله فأي إن كان انك تخلي لاعب عنده دوافع هو اوريدي متاهل دي بتبقى صعبه على الجهاز الفني. اصعب شيء على الجهاز الفني اي جهاز فني مش النادي الاهلي بس انه يخلق دوافع في مباراه خاليه شويه من الدوافع بمعنى انا متاهل وكده كده صعد تاني وعندي مباراه زمالك طب انا اجهد نفسي بالشكل المبالغ فيه ليه خاصه ان اللعيبه قلقت بعد اصابه اجاري لازم تحس ده بشر هو شايف ان زميله اللي هو نازل معاه بنفس الدوافع اللي عملها له المدير الفني اصيب بفضل برضه او يرجع الى ايه للاجهاد اللي متوالي وان اللعيبه ما بتريحش وبالتالي انا ممكن اكون زي اجاي مثلا اصيب اصابه عضليه وممكن يغيب فتره طويله طب ما انا ممكن ابقى زيه لا طب ما انا اخد بالي انا عايز العب مباراه الزمالك انا عايز اكون موجود في القمه انا عايز اكسب الزمالك انا اكيد هريح مباراه النصر كل ده في دماغ اللعيبه محدش يقدر يقول لي ده مش في دماغه انت هتقول لي انت كان لازم تكسب سيمبا وسيمبا ما كانش ينفع يكسبني طب ما اوريدي انا كسبان وهكسبه بس هكسبه ازاي
باقل مجهود ده وارد يكون كان موجود في دماغ اللعيبه او تفكيرهم. ده لازم تحطه في بالك، لازم تحط في بالك انك مش على طول هتقدم الكره كويسه. هتقول ان احنا بقالنا فتره ما بنعملش ده، هقول لك الفرقه فعلا مجهده. ده ياخدنا لجزئيه مهمه وقلناها قبل كده على فكره، انا من وجهه نظري على موسيماني ان يختار التدوير للفريق بمزاجه افضل ما يكون غصب عنه، بمعنى لو ما يضطرش بقى لما اللاعب نفسه يكون اهلك. يعني هو اضطر للماتش هو للاسف احنا عندنا حتى كان في الخبر معانا محمد هاني وبواليا وياسر يمكن كلهم. لا هو بواليا عشان الام المعده، عنده حاجات في المعده انما محمد هاني خارج وكلها اصابات عضليه. محمد هاني على ياسر ابراهيم اجري وكلها اصابات عضليه، وده الاغلب واللي هتلاقيه لو استمر نفس الحال اللي هتلاقيه الفتره اللي جايه برضو هتبقى اصابات عضليه. من وجهه نظري لابد ان يكون في اجتماع كده بين ثلاث افراد او ثلاث عناصر في الجهاز الفني او في فريق الكوره، بين موسيماني وبين مخطط الاحمال وبين طبيب الفريق، ولازم يتعمل فكره معينه في انك ازاي تطلع باقل الخسائر من الفتره دي. هو في خساره تحصل ده لازم تقولش بقى انت بتبشر، لا لازم في انت شطارتك دلوقتي انك تقللها او تمنعها. عارف انت ماشي انا عارف، بس انت كمان عارف مضطرين نطلع فاصل يا اكسرانس وهنرجع مره ثانيه نكمل كلامنا. اتفضل. طيب بنرحب بحضراتكم مره ثانيه وبنتكلم ما كنا استاذ خالد قبل الفاصل عن فكره هنا ازاي موسيماني يقدر يعود مره ثانيه او يستكمل بقى ما هو قادم من مباريات يعني فاصله دون يعني او باقل خسائر خلينا نقول ان صح التعبير. ما زي ما اقول يعني زي ما قلنا ان احنا لازم يكون في اجتماع بين الثلاثه، بين الجهاز الطبي وبين مخطط الاحمال وبين موسيماني، كل واحد لازم يقول وجهه نظره في الموضوع ونخرج لانك عندك في ابريل مباريات كتير، لعبت مباريات ولسه هتلعب مباريات كتير، فدي مشكله، مشكله صحيح. كبيره كمان، لان جسم اللاعب الكوره جسم الطبيعي اصلا بيحتاج علشان عوده من الاستشفاء وانه يعوض اللي فقده من سوائل ومن من حاجات في العضلات وكلام كله، وفتره الوقت بيحتاج من 48 ل 72 ساعه. فانت مثلا ممكن يتقلوا في بين المباريات بلاش شغل بدني كبير للعيبه، ويكون اللعيبه المشاركه الحمل عليهم اقل من اللعيبه اللي نزلت مثلا احتياطي. طب ما هو المنطق يقول ان الاجتماع اللي انت بتتكلم عليه ده المفروض يكون حصل له بتاع مثلا 15 20 مره الفتره اللي فاتت لوحدها. لا لا, لا 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 لابد ان الفتره دي يكون لها اعداد تاني. هو بيحصل بشكل دوري في اوقات معينه، لابد ان يكون الفتره دي طوارئ. ليه؟ لانك بالثلاثه شايف يعني محمد هاني اجاي كله يعني باثنين ثلاثه وكلها اصابات عضليه ضمه خلفيه، فلا لازم يكون ده محط دراسه ومحط تحرك سريع، لان ما عندكش وقت انك تخسر لاعب كمان، وخاصه اللي بيطلع له بالاسبوعين بالثلاثه يعني ما ياخدش. فانت طبعاً فجاه ممكن تلاقي مثلا نفسك داخل في الادوار المتقدمه في بطوله افريقيا ناقص اربع خمس لعيبه ست لعيبه كمان، ناقص قبل دول ناقص عليه معلول برده اصابه عضليه. الاصابات مش كتيره عندنا برده ولا الموضوع عادي؟ ما هو ده بسبب ايه؟ يعني الضغط ده موجود على الكل مش على النادي الاهلي بس، ولكن الاصابات الاكثر يعني حظا او نصيبا كمان بصراحه. ممكن كمان كمدير فني اشوف ان انا لعبت مثلا لاعب اربع خمس مباريات ورا بعض وانا عندي ليه بديل، طب ما انا لازم اراجع نفسي، طب ما زي ما قلنا التدوير بمزاجي مش غصب عني. أيوة. يعني احمد رمضان بيكا قدم مباراه كويسه جدا قدام سيمبا في الباك اليمين، طب انا اكيد كمدير فني شايف ده طول الفتره اللي فاتت في التمرين ان عندي عنصر مميز وكويس اسمه احمد رمضان بيكا، فممكن بقى يحصل مراجعه بيني وبين نفسي، طب انا ما اديتلوش ليه قبل كده؟ طب ده مش يخليني ابص تاني. رامي ربيعه قدم مباراه هايله قدام سيمبا مع انه متاح بالنسبه لي، طب ما ده كان يخليني برضو ابص. طيب احنا هنرجع مره ثانيه اكيد نستكمل، بس خلينا نروح بقى نتابع دلوقتي وقائع المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا لكابتن محمود الخطيب، عشان زي ما كنا بنقول لحضراتكم انا وكريم في بدايه الحلقه الاعلان بقى عن كافه التفاصيل الخاصه بالمشروع التعليمي المشترك بين هنا النادي الاهلي والجامعه الامريكيه ضمن طبعا الدور المجتمعي للنادي. في البدايه برحب بالسيد فرانسيس تشيردوني رئيس الجامعة الأمريكية وجميع الأساتذة الأفاضل
قيادات الجامعة وبجميع السادة الحضور. النهاردة الحقيقة يمكن برضو من اللحظات اللي بتبقى لحظات بالنسبة لنا لحظات يعني سعيدة، إن احنا نتفاعل مع أعضائنا ومع جماهيرنا، ونتفاعل مع مسمى كبير جدا هو تحت لواء النادي الأهلي. النادي الأهلي مش نادي رياضي بس، النادي الأهلي مش بيسعى دايما لتحقيق انتصارات وبطولات رياضية فقط. النادي الأهلي عليه مسؤولية مجتمعية كبيرة، إن النادي الأهلي مسؤول وسط بلدنا الحبيبة مصر والأمة العربية والأفريقية وأمام العالم كله، إن يكون ليه دور مجتمعي. من بدايتنا وإحنا بنفكر، يعني لا برجع بقى من 3.5 سنين تقريبا، وإحنا بنفكر إن إحنا نقدم يعني نتقدم لخدمة النادي الأهلي، فكرنا كمجموعة مجلس إدارة، فكرنا كلنا مع بعض، قعدنا واجتمعنا وحطينا لنفسينا التزام وإلزام أمام الجميع إن إحنا إزاي نخدم النادي الأهلي ونخدم المجتمع، ويكون لنا دور مش بس زي ما قلت رياضي، لا دور تنموي ودور مجتمعي. عشان كده كان اللحظة اللي احنا فيها النهاردة هي لحظة بالنسبة لنا لحظة هامة جدا، لأن التعاون في التعليم كان ضمن أهدافنا بالنسبة لبرنامج الانتخابي للنادي الأهلي، والنهاردة هنحقق هذا الأمر الحمد لله. وبرضو كنا بنكلف كل الزملاء أعضاء مجلس إدارة، كل واحد كان ليه دور وكل واحد كان بيحاول ان هو يسعى في الدور بتاعه. كنا كلفنا من البداية المهندس محمد سراج ان هو يعني يسعى في هذا الأمر إلى أن يتم النهاردة هذا الموضوع. النهاردة النادي الأهلي كيان كبير جدا، الجامعة الأمريكية كيان تعليمي كبير جدا، التعاون بينهم أكيد إن شاء الله هيكون تعاون صادق وتعاون مثمر جدا للمجتمع ولقيادات القادمة في المجتمع. النادي الأهلي النهاردة بصفته الرياضية، إحنا بنتفق دلوقتي أو بنتكلم النهاردة على بروتوكول تعاون. النادي الأهلي فيه شهادة الأهلي التعليمية، الشهادة اللي هي شهادة في الإدارة الرياضية. الإدارة الرياضية يا جماعة ليها عناوين كتير جدا جدا، إزاي بتدير مؤسسة كبيرة، إزاي يكون عندك نوع من أنواع الفكر التسويقي، الفكر التمويلي. إدارة المنشآت الرياضية محتاجة خبرات كبيرة، محتاجة فعلا ننطلق شوية للعالم بتطور كبير. النهاردة احنا في هذا الصدد، النادي الأهلي لازم بيمد ايده وبيساعدنا جدا الجامعة الأمريكية بما ليها من تاريخ كبير جدا، ازاي نعد كادر ونعد شخص يستطيع ان هو، او طبعا اشخاص كتير ان شاء الله يستطيع ان هم يعني يفيدوا بتطور عالمي، يفيدوا في كيفية إدارة المنشآت الرياضية من كافة الوجوه. ده أمر أعتقد أنه هو هيعود بالنفع على جميع الرياضيين وجميع المنشآت الرياضية، أمر أعتقد أنه هو يعني يفخر به النادي الأهلي وأعضائه، أن كل واحد فيهم النهاردة بيحس فعلا أن احنا متجهين اتجاه آخر. احنا بنسعى جدا جدا زي ما قلت للبطولات والانتصارات، لكن بنسعى كمان جدا لأن احنا نشارك في تطوير الإنسان. أهم حاجة عندنا الإنسان أو المواطن، ده مهم جدا جدا إن احنا كل مؤسسة رياضية أو غير رياضية تستطيع أن تقدم شيء للمواطن المصري يريد تقدمه، لأن احنا في النهاية ده كله ده هيجتمع في النهاية لتطور بلدنا بإذن الله، وده الأمر اللي احنا بننهجه جميعا أو نتمناه جميعا بإذن الله. احنا سعداء جدا بوجود حضراتكم، وعايز اترك انا المساحه لاي استفسار للسيد رئيس الجامعه السيد فرانسيس. لو في حد عايز اي حاجه مني انا تحت امره. بشكركم وبشكر حضور كل حضور مره ثانيه. شكرا. ده جزء من كلمة كابتن بيبو. ويمكن أنا وأنت كريم اتكلمنا في المقدمة عن الموضوع ده وقد إيه حاجة محترمة جدا يعني بيقدمها النادي الأهلي.
صحيح. رايك ايه في اللي بيحصل ده يا اكسلانس على الصعيد اللي يعني التنميه المجتمعيه؟ طبعا الكابتن محمود الخطيب قال النادي الاهلي بيحقق بطولات ويهمه الدور المجتمعي. انا بعتبر ان ده كمان بطوله، الدور المجتمعي النادي الاهلي بيعمله بيحقق بطوله جديده تضاف الى الرياضه المصريه. صحيح. انك ازاي تخرج كوادر. احنا للاسف الفتره اللي فاتت كلها بنعاني ان اغلب العاملين في الوسط الرياضي غير مؤهل ككادر اداري ككادر رياضي. فانك تطلع حد بالتعاون مع الجامعه الامريكيه وانك تكون اللي عندك المبادره والرياده كعاده النادي الاهلي دايما اللي هو اللي دايما بيبص لقدام. النادي الاهلي هو ده، وكما اشار الكابتن محمود الخطيب ان ده كان كمان جزء او من احد بنود برنامج عائله الاهلي اللي كان في الحمله الانتخابيه للكابتن محمود الخطيب ومجلسه مجلس اداره النادي الاهلي، ان كان في بنود كتير جدا حاول مجلس اداره النادي الاهلي الفتره اللي فاتت كلها انه يحققها في ظل ظروف صعبه جدا جدا طبعا. اقتصاديا ما كانش حد عامل حساب ان في حاجه اسمها كورونا موجوده. صحيح. فانك تقدر تحقق كل ده وانك تكون مصمم انك تعمل ده، فده شيء كويس جدا. وفي كمان حاجه لفتت انتباهي، النادي الاهلي بيتحرك في كل اموره الاداريه بنظام مؤسسي ملفات. كل عضو مجلس إدارة له ملف ومسؤول. فنادي الأهلي أو الكابتن محمود الخطيب لما اتكلم في الأول نسب الإنجاز للمجلس الإدارة بشكل كامل وشكل مؤسسي، ثم منسيش أنه يدي الملف أو يعلن عن صاحب المتحرك في الملف هو الدكتور محمد سراج الدين، زيه زي كل أعضاء المجالس مجلس الإدارة في الملفات الأخرى. لما يكون في شيء أو ملف تاني عاملين لمؤتمر، فالكابتن محمود الخطيب بيجيب اسم المجلس أو باسم النادي الأهلي بشكل عام ويخص اللي عامل على الملف بشكل خاص. النادي الأهلي شايف زي ما يعني الحاجات الكبيرة والصغيرة ما بتفوتش، عشان كده النادي الأهلي في مكان تاني. النادي الأهلي في مكان تاني لأنه بيفكر بشكل مؤسسي. فبنحيي مجلس إدارة النادي الأهلي وبنحيي أي حد إنه ينتهج هذا النهج او يمشي بالشكل ده او على الخطه دي. فيعني خطوه كويسه جدا يعني. حلو، رائع جدا. نرجع معاك بقى تاني كابتن خالد، واحنا يعني اتناقشنا بشكل اكثر تفصيلا يعني او ركزنا قوي في قصه هنا الاهلي والحفاظ على المستوى وفكره هنا دايما يكون في بديل، ويعني اعتقد في ضغط كبير برضو ممكن يكون بيقع على المدير الفني تحديدا. راح نتكلم باتشو موسيماني، وده برضو مش احسن حاجه احنا كنا نتمناها، ولكن وقع الامر كده. وده اللي عرضه زي ما انت قلت في بدايه الحلقه او الفقره لانتقادات عديده من بعض النقاد او غيره، وهنرجع نقولها على وجه برضو حق او على غير. انت بقى بتشوف على وجه حق او غير، لان دي نقطه برضو بيختلف فيها نقاد رياضيين كتير. الفكره زي ما قلنا المعيار الاول انك تحقق المطلوب، بعد كده بتدور على الشكل الجمالي. بالظبط ده اللي قاله الكابتن سيد عبد الحفيظ. ده مش معناه ان انا حتى لما بتكلم مع كابتن سيد لما بيقول لي او حتى لما بيقول في التلفزيون أيوة. احنا عايزين افضل من كده، لان ده النادي الاهلي طبيعي انه يمتع جماهيره. جماهير النادي الاهلي بتبص لقدام زي ما قلنا، مجلس اداره النادي الاهلي بيبص لقدام، فهو بيحسب كده انا لو الاداء دلوقتي متراجع هعمل ايه قدام صن داونز، ايوه هعمل ايه قدام الترجي، هعمل ايه قدام الوداد في الادوار المتقدمه. ما هو اكيد انا ما لعبتش الترجي دلوقتي وما لعبتش الوداد دلوقتي، فما تحسبش ده. اه من حقك انك تفكر في كده، بس على فكره زي ما انت قلقان المدير الفني قلقان وبيفكر وبيحسب، اللعيبه قلقانه وتفكر وبتحسب. فكل ده كل ماتش وليه ظروفه وليه كل مدير فني ليه الياته يستخدمها امتى. اعتقد مثلا اللي هو اكيد من دلوقتي او من المباراه اللي فاتت بيفكر في مباراه القمه. سيبك من كل الكلام اللي بيتقال لازم يتصدر للاعلام ويتصدر للعيبه، احنا باصين لكل مرحله بمرحلتها. وانا عندي مباراه النصر مباراه قويه، لا هو عامل برنامج اكيد وعامل خطه، هقابل النصر ازاي، هستعد للقمه ازاي، هريح مين، هبص للزمالك ازاي. فكره اكيد عارف ان الزمالك مثلا هو كان بيلعب تونجيت ان هو بيلعب بالقوه الضربه وبيلعب بخطه هجوميه، فاكيد اغلب الاوقات يعني او تفكيرك لازم يروح ان 90% من التشكيل اللي لعب المباراه ممكن هو اللي يلعب مباراه القمه قدامي، فيذاكر المباراه دي كويس، يذاكر المباراه اللي قدامها اللي قبلها قدام المباراه كويس. كل دي حسابات. الوضع هيتغير الى اي درجه بعد خروج الزمالك من المنافسه الافريقيه بالمناسبه يعني؟ لا الوضع طبيعي ان الفرق
في فرق كبيره تخرج من البطوله ونص، وفي الدور اللي جاي فرق اكبر هتخرج. الوضع مش هتغير بشكل كبير لان طبيعي ان يحصل متغيرات، يعني هتلاقي ممكن تلاقي المولوديه يخرج المره الجايه، صن داونز يخرج، هتلاقي طول الوقت ما انت بتتقدم في البطوله كل المباريات بتكون اصعب بكتير. طبعا لما الزمالك خلينا نقول كان له فرص في التاهل، انما مش حابين نتعرض للموضوع، انما هو فرط فيها برضه بغض النظر عن اللي حصل في الجوله الاخيره. طيب احنا فاضل دقيقتين، فانا هستغل ده برضه، احب اعرف وجهه نظرك خالد في فكره هنا الفرق، مين الفريق اللي شايف ان هو اداؤه لحد دلوقتي قوي جدا او حتى محافظ على مستواه؟ في الظروف اللي احنا فيها دي مستحيل تلاقي فريق يحافظ على مستواه او حتى ثبات بشكل كبير. ظروف ضغط المباريات بتخلي كل الناس تفكر انا اخرج ازاي بالنتيجه اللي انا عايزها باقل الخسائر لانك هتحصل قدامك خسائر. انما اللي انا عايز اكد عليه في الختام ان مباراه القمه للنادي الاهلي مباراه صعبه وصعبه جدا على الاهلي وعلى الزمالك، خاصه ان الزمالك بيعد اعلاميا من امبارح من لحظه الخروج انه يقف وانه ينتفض قدام الاهلي، فده يصعب الموضوع اكتر ويحط على اللعيبه عندنا ضغوط اكتر ويقول لهم ان انت زي ما تعودت انك مش مستني مسانده حد، كفايه عليك مسانده جماهيرك، واحنا حلو ده بنتكلم واحنا شايفين وقارين المشهد كويس وبنشرحه للناس عشان نخلي الجماهير اكتر تكون واخده بالها وعارفه السيناريو كويس وواقفه ورا فرقتي. يا مسهل، احنا للاسف وقتنا خلص في الفقره دي، بس طبعا سعدنا جدا كالعاده بوجودك معانا، وكل سنه وانت طيب، وان شاء الله نرجع نلتقي رمضان كريم عليكم ورمضان كريم على كل مصر ان شاء الله وكل اهل رمضان كريم علينا جميعا، ويا رب يبقى شهر جميل وخير دايما كده، وان كل الناس يحصل معاها كده تغيير ايجابي في حياتها. يعني خلاص كده الحلقه خلصت، احنا هنروح بقى نحاول نتصور لان الصقر مستنيني. يا رب اعرف بس اتصور مع الصوره دي، هو في صقر ونسر. ماشي، كنت هقول اسرع خطة هروب شفتها بتتنفذ قدام عيني، تكسب للثانية أخلة المنطقة. نورت الدنيا يا خالد، نورتكم دايما، نورتكم، نشوف حضراتكم بكرة، نشوفكم على خير إن شاء الله غدا بإذن الله. صباح الفل.